حقيقة أنا الإصابة اللي حاشتني قبل سنة في تركيا من عضة حصان، تميت سنة كاملة ما خليت مكان، حتى في تركيا دكاترة تركيا أعطوني ضد الالتهاب وضد العدوى وضد كل شيء. وهم لما جيت هني هم رحت المستشفى وخذنا أشعات ودكاترة، لكن العوار ما زال موجود. يعني استاذيت منه من عوار يديني، يعني الثنتين مو واحدة. فقلت خلنا نزور أبو حمود جاسم بهنة يمكن يكون علي ذا الشفاء. وفعلا مريت عليه، بارك الله فيه وبيدينا المبروكة هذه، والحمد لله العلاج جاب نتيجة حيل، والألام اللي كنت أحس فيها خفت، والحمد لله مو بس العوار اللي فيني، حتى حسيت بعد ما سوالي الحجامة إنه يعني الثقل والعوار والكله ولله الحمد راح. فللشكر وللتقدير اللي شفته منه فهو فعلا يعني يستاهل إنه ينحط على الرأس، وعسى الله يوفقه ويرزقه. لكن ما شاء الله عقب الله سبحانه وتعالى وتوفيق من أخوي جاسم بهمن حارس منتخب الكويت والقادسية، قدرت أني أنا الحمد لله ترد لي صحتي وعافيتي. معاكم إبراهيم الدريهم، كابتن منتخب الكويت وكابتن نادي الكويت. ما قصر، مع السلامة.